السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بغيت نشارك معكم طريقة زوينة بزاف وصحية باش نتخلصوا من مشكل ديال فقر الدم وحتى من مشكل ديال القبض يعني الإمساك، وبالخصوص في شهر رمضان المبارك. قبل ما نتكلم لكم على هذه الطريقه ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات امينه لاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. الطريقه هذه بالنسبه للاخوات والاخوان اللي عندهم المشكل ديال فقر الدم غير خفيف، يمكن لهم يتناولوا غير مكونات طبيعيه باش يخففوا من هذا المشكل، وحتى بالنسبه للناس اللي بغاو يتفاداو الاصابه بمشكل فقر الدم. وكاين بعض الاخوات والاخوان اللي كيعانيو من المشكل ديال فقر الدم حاد، فالحاله هذه ضروري يتبعوا مع الطبيب ديالهم باش يخففوا من هذا المشكل ديال فقر الدم. وحتى بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل الامساك الحاد، اكثر مكون طبيعي يمكن يساعدكم باش تخلصوا من هذا المشكل ديال الامساك وهو البنجر يعني الباربا. الخضره هذه خاصنا ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا لينا والوليدات ديالنا الا كانوا حتى هما كيعانيو من المشكل ديال الامساك، وبالخصوص في شهر رمضان المبارك. بالنسبه للطريقه الصحيحه وهي تناول الباربا تكون طازجه، غادي اخواتي تغسلوها مزيان، غادي تزولوا ليها القشور ديالها، غادي تقطعوها الى قطع صغيره بحال شكل السلطه يعني شلاضه، وغادي تناولوها بطريقه اللي بغيتو. المهم تكون طازجه، ممكن اختي تحكيها في المبشره ديال المطبخ وتناوليها على شكل مبشور، تناوليها بطريقه اللي بغيتي، المهم ما تطيبوهاش. وممكن اخواتي تخلطوها مع السلطه، قطعوها لقطع صغيره، ناخذوا بعدا الحبه ديال الباربا نغسلوها مزيان نزولوا ليها القشور ديالها. الباربا هذه ممكن تضيفوها مع العصير ديال الليمون والجزر اللي كنتو بغيتو تحضروا بها مشروب، وممكن اخواتي تحكوها في الحكاكه ديال المطبخ هي والجزر وتضيفوا عليهم العصير ديال البرتقال. بهالطرق هذه غادي نخففوا من الاصابه فقر الدم وغادي نتفاداو من الاصابه به باذن الله. وخاصنا نتناولوها حنا والوليدات ديالنا يا اما على حسب المشكل ديال فقر الدم ولا المشكل ديال الامساك. الى تبعتوا تناول الباربا بشكل يومي 100% غادي تخلصوا من هذا المشكل ديال الامساك، غير خاصنا نكثروا من شرب الماء مع الحركه باذن الله غادي نتخلصوا من هذا المشكل. وايضا نساعدوا بشرب زيت الزيتون مقدار 2 معلقات كبار بشكل يومي بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الامساك اللي كيكون حاد، ونتناولوا طماطم عاوتاني وكاع الخضر اللي غنيه بالالياف وفيها الماء بزاف، ونجنبوا تناول المعجنات باش نخففوا من هذا المشكل ديال الامساك. اليوم في الحلقه كيف ما شفتوا معايا ماشي وصفه، وانما بغيت نوريكم هذا الخضره هذه الخضره هذه ديال الباربا باش ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا بشكل يومي، وبالخصوص في شهر رمضان المبارك حيت كيتغير النظام الغذائي ديالنا وبزاف ديال الناس كيتصابوا اما بالامساك ولا بالاسهال. وبالنسبه للناس اللي كيعانيو من الامساك يمكن لهم بكل بساطه يتناولوا البنجر اما مع العصير ولا مع السلطه ولا بوحدها، تحكوها في المبشره ولا تقطعوها لقطع صغيره وتناولوها تكون طازجه، هذا هو الاهم حيت الى طيبناها غادي تفقد الفوائد ديالها وما غاديش نستافدوا منها، ونعطيوها منها حتى الاطفال ديالنا ولا كانوا المهم الا كانوا حتى هما كيعانيو من الامساك ولا من المشكل ديال فقر الدم، تناولوها حنا والاطفال ديالنا. نتناولوا ايضا مطيشه يعني طماطم ولا هاد الحبه ديال الباربا هذه نحكوها في المبشره مع الجزر ونضيفوا عليهم العصير ديال الليمون. المهم اخواتي كما شفتوا معايا كانت هذه هي الحلقه ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. وبالنسبه للاخوات اللي مازال ما شاركوش كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد، والى حلقه اخرى والى اللقاء.